السلام عليكم الخوت، جيناكم في برانك جديد ان شاء الله. سي ملوكي باغي يدير برانك ليونس، قال لك يدير له شابوان في العصير. شابوان في العصير، شوف ما كتسميوه الفنزازه العظم ديالكم اليوم غيموت بسبب غيموت كاو خوت. كيما كتشوفوا هو شابوان شي هو في التقايبه صراحه. اليوم اخي فنزازه غتموت اخي، باش تعرف كونزار ولا جيك. عند فنزازه كما كتعرفوا هذا انس عشيري غادي يدير الدور بانه راه جاي من فرنسا باش يشوف، بانه فان ديال فنزازه جاي باش يشوف. حنا بغينا نضحكوا داير فيها بانه حتى هو راه حلاق وبغى يشوف فنزازه الاعظم. اليوم شنو غيكون اخي التكتاكي؟ غيموت فنزازه صافي. وداع ولا بالرحمه؟ وداع حياتي خوتي. تنعيطوا لفنزازه غنشوفوا واش مسالي. هو مكونيكتيش، هو دابا شي وي فنزازه. وي فنزازه، معاك الشريف ولد اختك. تسمعني؟ الو الو الو، تسمعني؟ ايوه تنسمعك. ومعاك الشريف، راه عيطت لك. عيط شكون؟ واش الشريف راه عيطت لك بالنمره ديال الدري صاحبي؟ راه انا تقاد عليا الصوت. فينك انت؟ شوف فين؟ في الصالون. فين؟ في البحاله. انا نجيو لعندك، راه جا داك الدري اللي من فرنسا اللي بغى يشوفك، راه جا لهنا. ودري دري دري اللي من فرنسا صاحبي، اللي كان قال لك الملوكي واحد فان ديالك يجي لعندك. واش داك الموظف اللي قال لك داير الحلاقه؟ اه هو هذاك، هو هذاك. بالك تجي حيت انا راه هاد راه عندي كليه دابا، راه يلاه ساليت وليت مجاي عند عزبين. ايوا صافي المهم. كنت خوف واش مصحوب معاك ولا؟ اه هو معايا، هو معايا. المهم المهم يلاه خويا نشوفو نسربوه هذا. يلاه حيد دوز. لا ما نتعطلوش، حنا جايين عندك دابا في الطريق. يلاه الله يعاونك. فين؟ هاني. مسخوط. ها هو الدري يا يونس، ها هو الدري. مسخوط. مسخوط. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الناس ديال زينيكري لي فان ديالنا اللي معاهم فيديو بالشهر، ديروا معاهم فيديو بالشهر يتعرفوا عليهم ويتعرفوا علينا وكذا الى اخره. ياك صافا بعدا مزيان الامور. هذا المسخوط تيعرفك انا؟ هذا راه مسخوط، هذا صاحبو قديم واخويا خارج ليا في عودي. انا هذا السيد هذا شحال نقول لك؟ ما شاء الله. فين ما مشيت تمشي معايا، فين ما ضربت تدور معايا ولاصق فيا وكذا. تبارك الله عليك وصافي. اش نقول لك؟ وعلى المشاكل يا خويا ومسخوط، وانا تنهضر هوك هو تيهضر هوك. تنهضر شي موضوع شي تنهضر هوك هو تيهضر هوك. على المشاكل والضيافه والعصر. دابا هضر مع السيد اللي ضرب عندك الكيلومتراج. اول مره هذا شنو مخلصو انت بعدا؟ واش يخلص هو؟ واش يخلص؟ لا لا خلص السيد. شكون؟ الدري صاحبي هو اللي جا من عشيه. ياك صافا بعدا؟ مزيان. وشكرا اخويا على العصير. الله يحفظك.
كي داير نتايا؟ مزيان. كي داير عندكم تما الدنيا في الاجواء ديال الحلاقه وكذا؟ مزيان الحمد لله. المينيموم 12 اورو تقريبا. 12 اورو؟ 12 اورو مينيموم ديال بنادم اللي قد يعطيك شويه. شحال عندكم انتم هنا في المغرب؟ حنا اخويا انتم تتحسنوا 12 اورو وقول حنا عندنا 15 اورو. تيقل هنا 3000 ريال، انا بغيت نقول 3000 ريال مغربيه. تحية للحلاقة كيف كيليترا، خويا هنا تيحسنوا ب 6 ريال، شحال 15 درهم 20 درهم، يعني المهم هذا هو الأحوال ديال المغرب وكذا وهذه، ولكن أوروبا مزيان، خصك شي واحد يمشي معاك لفرنسا. أه خاصني شي واحد نخدموا معاك إذا كانت تما الحسنة ب 12 أورو. وداقي نديرو لاباس اخي ها نديرو لاباس ولا ما نديروش دير لاباس وسكتي ها يا دير شنو تقول يونس الناس اللي تيصونيو عليك في التليفون لي فان ديالك تيقول كلمه زوينه الناس اللي تيصونيو عليا لي فان الله يجازيكم بخير بحال هاد الصديق ها هو اللي شوفنا مسكين واخا هو ما كانش خاصو يكون مصاحب مع هذا حيت هذا راه مسخوط الوالدين ها هو شوفوا ها وجهو كيداير شوف هنا شوف وجهو شوف شوف قال كان مسخوط الوالدين اه شوف يمشي يشوف فوق الناس وجايب السيد مسكين ومكلفو العواصر ومكلفو كذا وهذا والمهم شكرا تحياتي للناس ديال فرنسا وهذا وما كرهتكمش في الحقيقه تجيو مبارك عليكم شنو فرنسا تجيو زعما ديروا شي دير شي صالون في المغرب ولا كنفكروا كنفكروا ولا تنصح لي انني ندير صالون انا في فرنسا واقعا احسن انا راه نقاولني ندوز لفرنسا داكشي اللي غنمشيو ان شاء الله نمشي ودي معايا ولد خوادريه هذا ولد خوادريه قتلني عاد التصوار 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 يلا سيري والله العظيم ولا عيط ليا راه قال لي راه السيد كذا هادي كاين اسي عيجي وكذا من هنا قال لك انت واش معاك المسخوط حيت ديما تنسول هنا سبحان الله العظيم هنا ما لقيتيش معايا هنا في كاس في الصالون ولا درتي كل مع هذا الله يستر يا ربي يستر ما بغيتيش معاد مني هذا العصير شكون اللي مخلصو؟ خلصو الدري وراه الدري ديما مسكين تيخلصو يا ربي اش غنقول لك راك مسخوط وصافي بتات راه مشى خرجناه بزز راه حبسنا الفيديو راه تكرفصات الدعوه الدري راه مشى شي فكو راه جا راه الحماق المهم راه يونس راه مشى للدار راه مشى للدار من الصباح حنا راه عاد فكينا مع خوتي وراه حتى البرانك ما عجبنيش صافي ما محال واش نعاودو نديرو شي برانك مع يونس تيبان لي هادشي اللي بان لي ما نعاودوش نديرو معاه البرانك حيت ضربو على كاع راه الدري راه في عينو عاوتاني ولا شي بلان بحال هكا الدري راه مشى فحالو قال لي ما نعاودوش ندير حتى هو برانك هادشي اللي كاين سمحوا لينا خوتي على الا كانت شي لقطه خايبه وصافي سير اصاحبي سير ما تصور ليش الشريفه صاحبي صافي دابا هي لا صاحبي ولا صاحبي السيد جاي لعندي يا صاحبي تتقول لي انت يا كدا هادي داك النوبه قلنا ما كاين مشكل كدا هادي صدق دير مو هو اللي ضايع في التليفون صدق دابا عاوتاني يا صاحبي مشربني شابان صاحبي شابان شابان ها هو شابان شابان خويا انا نقدروا معايا انا لي برانك لا والو صافي ما صافي انا دابا بغينا نضحكوا معاه انا خويا ما بقيت باغي لا فيديو هو ثلاثه لعبه وهاري برانك صاحبي شربوني شابان صاحبي مريض انا واش تحمقوني ومريض انا جيت تقول لي عاصم شربني شابان شنو هو هو اللي شربوا لك صافي انا مش هضر شي ديك تم راقيك المو بالبوانت هو الديريكتور ديالها عبد عليهم نفني شي نهار انا نقضيو شي نهار نسالي مع مو راه هو اللي قال لنا نديروا له شابان هو ايوا خويا هو شرب نص نص دبلته راه النص هو كلشي النص هو بالكريشه تيسمع هما لنا على هاد الطريقه صافي يونس دابا صافي انا الفيديو علاش الله يرحم لكم الوالدين انا كاين بلا ما تقول الله يرحم الوالدين ولا كدا يونس انت صافي عاد حقنا ما نعاودوش نديروها لك اخويا ما نعاودوش نديروها دابا صافي هاد الفيديو نحيدو سوبريميه وهضر معايا يونس ما تبقاش دير ليا صاحبي بحال هكا وانا تنهضر معاك صاحبي تنقول لك فيديو واش كدا هذا صافي بنادم صافي عادي يا اخي يونس كاين ما اكثر من هذاك الشيء يا سيرينا صافي سيرينا هذا السيد ما يبقاش يجي عندي ما يبقاش يجي عندي يا صاحبي وبرانك انا داك النهار تنقول للناس صاحبي انا ندير عاد تشوفوا معنا برانكات كدا هادي ندير له هو برانك ولا نسمعوا شي برانك زوين تيدير لي هو ديما البرانكات انا صافي دابا هو صافي شعر صافياش من صافي راه صافيه راه عاد يبان لك دابا من الاخر دابا هاد الفيديو هذا اللوح ولا بلا ما اللوح؟ واخويا اش غنقول لك لوح على هاد الهضره هذا باش يعرفوني الناس انا راه ما بقيتش عندي لا فيديوهات لا والو خويا سمحوا لي علاش؟ تنبغيكم بزاف علاش؟ وتنبغيكم بزاف هذا راه مرض هذا راه ماشي
قول له شي حاجه شي العيبات انت هي الله يحفظك شكرا بزاف ماشي مشكل نهائي واخا انا جمي ما نكذبش عليك انا قلت انت شابان صاحبي شابان مي في الميك اصاحبي هو باجا خرج لي في عودي هو اللي مسلطو عليا هذا هو اللي مسلطو عليا هذا هو اللي مسلطو عليا صافي دابا معروف كثير معروف تنهضر على المواقف الحصريه كدا هادي تنهضر على شي حاجه اللي فيها هادي ودابا تدابا مطرا والو صافي تدابا مطرا والو تدابا مطرا والو واش وفي بوينت حتى كيدير ولا وصافي تدابا صافي مطرا والو شكرا مع السلامه باي باي عليكم.